عودة موسم العمرة طريقة واحدة بشرطين امام المصريين لادائها معكم رشا نصر اهلا بكم اعلنت وزاره الحج والعمره السعوديه عن بدء استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين بالاضافه الى استقبال طلبات العمره من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من العاشر من اغسطس الجاري وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن الطاقة الاستعابية للمعتمرين ستصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية لتصل الطاقة الاستعابية إلى مليوني معتمر شهرياً وسيكون اصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسط منظومه متكامله من الخدمات والتدابير الوقائيه التي اتخذتها المملكه العربيه السعوديه من اجل سلامه وصحه الراغبين في اداء مناسك العمره والزياره وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سلمان مشاط أن وزارة الحج والعمرة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1443 على وضع الأليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان وعن معايير خدمات النقل الآمن أفاد مشاط أن عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز 50% من الطاقة الاستعابية للحافلة مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصريح المعتمرين الصادرة من تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا قبل الصعود للحافلة وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتم او التي يقدم منها المعتمرين وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرين والزوار إلى المملكة العربية السعودية واعتماد مقدمي الخدمات شركات العمرة والفنادق وشركات النقل المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية واتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الالكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي والتصديق الالكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية عودية. وذلك تماشيا مع متطلبات العمل عن بعد للحمايه من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرا وذلك وفق الأليات المعتمدة من الجهات المختصة وعلى الرغم من حاله الترقب من قبل الشركات السياحيه المصريه العامله في الحج والعمره صدور قرار من السعوديه بادراج مصر في القريب العاجل ضمن قائمه الدول التي سمحت لها بفتح باب العمره لبدء تنظيم رحلات العمره وتعويض خسائر عامين منذ قرار الغاء رحلات العمره في مارس من العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الا انه في المطلق ليس بمقدور المصريين مع عوده موسم العمره حتى الان الذهاب الى المملكه العربيه السعوديه لاداء العمره وذلك لوجود القرار الصادر من السعوديه بوضع مصر ضمن مجموعه دول يحظر دخول المسافرين منها ما يحول دون دخول المصريين لاداء العمره اضافه الى ان العمره تنطبق عليها شروط الحج اي قاصره على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكه لكن بمراجعه قواعد السفر التي وضعتها السعوديه خلال الفتره الماضيه والتي تنطبق على عده دول من بينها مصر فان هناك طريقه واحده او فان هناك طريقه واحده لدخول السعوديه واداء العمره وذلك عبر السفر الى دوله ثانيه منها يمكن الانتقال الى السعوديه مع عوده موسم العمره وهذه الدوله يمكن ان تكون الاردن او البحرين وتخضع تلك الطريقه لبعض الاجراءات اولها ان المسافر سينتقل الى الدوله المحطه وسيبقى فيها مده حجر صحي اسبوعين يجري خلالها ثلاث مسحات طبيه وحين ينتقل الى المملكه العربيه السعوديه سيمكث في احد الفنادق المعتمده لمده اسبوع اضافي كما يشترط أن يكون المسافر حاصلًا على إحدى جرعتي لقاح كورونا من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أو أن يكون من المتعافين من فيروس كورونا، بشرط ألا يكون قد مرّ على تعافيه أكثر من ستة أشهر. <applause>